يواصل بحارة البحرين سرد معاناتهم مع ما تعرضوا له من انتهاكات من قبل السلطات القطرية. أكدوا أن دوريات خفر السواحل القطرية تتعمد التضييق عليهم عبر تعريض مراكبهم للخطر ومن ثم مصادرتها وسجن من على متنها لمدد طويلة. أنا ما أدري مو كنت وياهم، قال العمال مالي هنا يقول هني على الحدود كلموني قال لي اكو دورية قطر خدتنا ودوهم هناك رويس، قال ودوهم السجن قعدوا تقريبا 22 يوم وغرمونا تقريبا كل طراد 2000 دينار. قال لنا بس روحوا طراريد امر اداري يوقفون هني 3 شهور، من الثلاث شهور سنتين. قال رحنا استلمناهم من هنا جبناهم مقلوصي، يعني ما يصلحون حق البحار، وصادروا كل المواد اللي موجوده عليهم. لا والله دمار الصراحه، يعني انا كانوا عندي 4 طراريد هناك وعقب سنتين عطوني اياها من مركب لهم مكاين جدد، كل واحده سعرها ثنتين سعرهم 9000 دينار. وجبتهم هني بعتم سكراب لان كلهم جيموا المكاين من الوقفه، لان اوريدي طلعوا الطراريد فوق وش اسمه كلهم عدموا المكاين، يعني جبناهم مقلوصين الطراريد من هناك. بعض الاوقات الدوليه تجيهم من جهه البحرين مثلا، تجيهم وتدش عليهم. بس ما يتعاملون بهالمعامله، مثلا يصير يعني ملاحقات بالطراريد وهذه، يعني ودعم بالطراد واستخدام الاسلحه وهذه، ف يعني اتوقع انه ما له داعي يعني هالشغله هذه، انه مهما يكوننا بحرينيين ويتعاملون معامله لائقه يعني المفروض.